السلام عليكم طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم عندنا ملخص لمادة الاجتماعيات مع المحذوثات التي حذفتها وزارة التربية. الرجاء عمل اشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. محذوثات السادس الابتدائي 2021. الفقرات المطلوبة من الوحدة الأولى هي الموقع الجغرافي لكل المحافظات، التضاريس لكل المحافظات، المناخ لكل المحافظات، الموارد المائية لكل المحافظات، النبذة التاريخية لكل المحافظات. الفقرات المطلوبة من الوحدة الثانية هي المجتمع العراقي، مكونات المجتمع العراقي، الروابط التاريخية والاجتماعية للمجتمع العراقي، حقوق المواطن العراقي. الفقرات الغير مطلوبة من الوحدة الأولى هي من جميع المحافظات هي النشاط الاقتصادي، الزراعة، الصناعة، الثروات المعدنية، طرق النقل والمواصلات، السياحة. الفقرات الغير مطلوبة من الوحدة الثانية هي من صفحة 104 القيم الحضارية العراقية السياسية إلى نهاية الوحدة الثانية. الآن نأتي إلى الوحدة الأولى، وطننا العراق جغرافيا. أولا، يقع وطننا العراق في فراغ من قارة فراغ. يكون الجواب كالآتي: يقع وطننا العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، وفي القسم الشمالي الشرقي من العالم العربي، تحده من الشمال فراغ ومن الشرق فراغ. يكون الجواب كالآتي: وفي القسم الشمالي الشرقي من العالم العربي، تحده من الشمال تركيا ومن الشرق إيران. أما من الغرب والجنوب فتحاذيه كل من سوريا، الأردن، السعودية، الكويت. التضاريس، علل: يعد وطننا العراق متعدد التضاريس. الجواب: وذلك لامتداد وطننا العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فتنتشر الجبال في أقسامه الشمالية الشرقية. علل: الكثير من الناس يسافرون إلى الأقسام الشمالية من العراق في فصل الصيف. الجواب: لغرض الراحة والاستجمام بسبب مناخها المعتدل. فراغات: أولا، تنتشر الجبال في وطننا العراق في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية. اثنين، يقتصر سقوط الأمطار في العراق في فصل الشتاء. ثالثا، تختلف درجات الحرارة في العراق تبعا لتضاريسه. أربعة، أدى تنوع مظاهر السطح والمناخ في العراق إلى تنوع نباته الطبيعي. خامسا، استوطن الإنسان القديم في العراق القرى الزراعية في الألف الثامن قبل الميلاد. سادسا، ظهرت المدن العراقية التي كانت خاتمة لعصر القرى الزراعية في العراق في منتصف الألف قبل الميلاد. سابعا، يتكون التقسيم الإداري لوطننا العراق من محافظة. الجواب: 18 محافظة. السؤال الأول من الأسئلة: ما هي مصادر المياه في العراق؟ الجواب: أولا الأمطار، ثانيا المياه السطحية، ثالثا المياه الجوفية. السؤال الثاني: ما أسماء أهم البحيرات والأهوار في وطننا العراق؟ الجواب: أولا بحيرة الفرثار، ثانيا الحبانية، ثالثا الرزازة، رابعا دوكان، خامسا دربندخان.
السؤال الثالث: ما هي فوائد البحيرات والأهوار في العراق؟ الجواب: أولاً، أهم مناطق خزن المياه. اثنين: توليد الطاقة الكهربائية. ثالثاً: تمثل مناطق سياحية جميلة. السؤال الرابع: للعلماء العراقيين دور كبير في التطور العلمي والعالمي. الجواب: لأن العراقيين أول من اخترع الكتابة والتدوين، وإن العراق مهد القوانين والتشريعات والديانات. السؤال الخامس: عدد أهم القوانين والإصلاحات التي ظهرت في العراق القديم. الجواب: أولاً، إصلاحات أوركجينا. اثنين: قوانين أورنومو. ثلاثة: لبت أشتار. أربعة: أشونا. خامساً: حمورابي. وصلنا لنهاية الفيديو، انتظرونا بملخص المحافظات.